مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن ممثلة مصرية لم تحظى بشهرة كبيرة ولا كان اسمها يعرفه حد بسهولة من المشاهدين، لكن من الصعب اننا ننسى ملامحها لما نشوفها على الشاشة. شاركت في العديد من الاعمال المهمة مع كبار النجوم، ولسه لحد دلوقتي الجمهور بيشوف اعمالها اللي شاركت فيها وبيهتم بقصتها مع الفنانة الراحلة التونسية ذكرى. تعالوا نتعرف النهاردة عن الفنانة كوثر رمزي. قبل ما أبدأ حابب أشكر صاحب التعليق اللي اقترح علي بطلة القصة بتاعت النهاردة، والحقيقة اللي اقترح علي اسم الفنانة كوثر رمزي كتير قوي من زمان لحد امبارح تقريبا، فأنا حابب أقول لهم كلهم شكرا. أما بالنسبة للفنانة كوثر فهي مولودة في 17 يونيو سنة 1931، ولدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية، ولكنها ما دخلتش بوابة التمثيل من خلال المسرح ومن خلال والدها، ولكن دخلت الفن من بوابة الإذاعة المصرية. بعد كده بدأت بأدوار صغيرة، ودور أول دور عملته كان في فيلم اسمه لن أبكي أبدا قدام الممثلة الراحلة فاتن حمامة، بالإضافة إلى فيلم نداء الحب سنة 1954. قدمت في السينما أكتر من 70 فيلم سينمائي، بينهم بخيت وعديلة واحد واثنين، والواد محروس بتاع الوزير، طيور الظلام، المولد، مهمة في تل أبيب. والحقيقة أنا دايما شايف إن هي حاضرة وقوة في كل أعمال الفنان عادل إمام، عملت معاه حاجات كتير زي ما انت شفتوا بقى، هو بقول لكم طيور الظلام، المولد، وبخيت وعديلة، وكمان هنلاقيها في بودي جارد المسرحية بتاعت عادل إمام، بالإضافة إلى مسرحية الزعيم. كمان ليها أكتر من 100 عمل تلفزيوني، هنلاقيها في أبو العلا البشري ويوميات ونيس ولا أحد ينام في الأسكندرية والوالدة باشا. كتير حاجات شاركت فيها الفنانة كوثر رمزي الله يرحمها. أتمنى أن أنتوا تقولوا لي في التعليقات عن الدور اللي أنتوا حبيتوه ليها وأنا ما ذكرتوش. دي أهم المحطات الفنية بالنسبة للفنانة كوثر رمزي. تعالوا نتعرف على أهم المحطات في حياتها الأسرية. الحقيقة أن حياتها أنا شايفها يعني عبارة عن حياة الله يرحمها بعيد عن الشاشة. هتلاقي يمكن يكون هي بتلعب كانت الأدوار الكوميدية البسيطة بخفة دم الناس بتحبها، ولكن على الحقيقة تحس إن هي يعني كانت عايشة مأساة من نوع ما، لأنها اتجوزت من مدير أمن إحدى شركات الأدوية الشهيرة لكن ما خلفتش، وزوجها توفى بعد 21 سنة من الجواز، وقررت ان هي ما تقعدش لوحدها في البيت وراحت قعدت مع اخوها تكمل حياتها معاه حتى رحلها. المهم دي اهم المحطات في حياته الاسريه. وبرغم بقى سنين طويله قضتها في عملها كفنانه في عدد كبير من الاعمال الفنيه، الا ان سنه 2003 ظهر اسمها اكثر من نجوم الصف الاول بعد رحيل الفنانه ذكرى. ظهرت الفنانة كوثر بقوة تحت الأضواء بعد مقتل صديقتها الفنانة التونسية ذكرى الله يرحمها. وقتها استضافتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وظلت هي الشاهد الأقوى في تلك القضية، وقد تكون هي الشاهد الوحيد في تلك القضية التي لم ينجو منها أحد. كانت بتجمعها علاقة قوية بينها وبين ذكرى، وكانت دايما معتادة ان هي تزورها في بيتها، وكانت ذكرى تناديها بماما كوثر. وقيل في تحقيقات مقتل ذكرى ان كوثر كانت حاضرة في منزلها في ليلة الحادث. 27 نوفمبر 2003 اليوم اللي عادت فيه الفنانة ذكرى من ليبيا بعد احيائها لحفل كبير باحدى المناسبات هناك. بعد وصولها بساعات قالت كوثر انها راح تطلع على طول علشان تطمن عليها بعد ما وصلت من السفر، ولما وصلت لمنزلها قعدت معاها شوية، وبعد كده دخل عليها جوز ذكرى ايمن السويدي وطلب بعصبية شديدة من كوثر ان هي تسيبهم لوحديهم علشان عايزين يتكلموا يعني في امور عائلية، مناقشة امور عائلية، و
كوثر بحسب روايتها في عدد كبير من البرامج، قالت انها هتسيب البيت وهترجع في وقت تاني يعني لما يتكلموا سوا ويتصافوا. لكن ذكرى ما وافقتش على انها تسيب الراحلة كوثر رمز ان هي تمشي، وقالت لها لا استنيني في قطة الصالون حد ما يخلصوا كلام. وبعد ما دخلت كوثر لأوضة الصالون طلب أيمن من الخادمتين إنهم يقفلوا الباب على كوثر من الخارج، وهنا خافت شوية واستغربت إن الباب اتقفل عليها من برة، وبقت قلقانة إن هو يضربها زي ما كانت بتحكي لها ذكرى. المهم قعدوا يتخانقوا ها 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 وحاجات كتير كده ومشاكل لمدة ساعتين. كانت ذكرى عايزة تسيبه وتخرج من البيت إلا إنه رفض إن هي تخرج وتهجم عليها بالضرب ولم يتركها تخرج. بعدها على ساعة 3:30-4 الفجر جه مدير أعماله وزوجته، وهنا كوثر رمى حذائها على السلم وطلب منها أو قام بطردها حتى. وبعديها في صباح نفس اليوم عرفت بمقتل ذكرى وعدد من الحضور ذلك اليوم، كل الحضور. المهم دي بالنسبة لشهادتها في مقتل الفنانة ذكرى. أما بالنسبة بقى عن رحيل الفنانة كوثر رمزي، أصيبت في آخر حياتها بعد تقدمها مسيرة فنية كبيرة بالشلل في رجليها وإيديها اليمين بسبب جلطة أصابتها قبل كده. بعد كده أصيبت بقرحة مفاجأة لم تعاني منها من قبل، والقرحة دي تسببت ليها بهبوط في الدورة الدموية، تم نقلها على العناية المركزة فورا وقعدت هناك يوم ونص وتوفت في مستشفى العجوزة يوم 1 سبتمبر 2018 عن عمر 87 سنة. هل فعلا القرحة ممكن تجيب هبوط في الدورة الدموية؟ مش عارف. المهم الفنانة كوثر رمزي يمكن يكون أعمالها الفنية جميلة الله يرحمها، و كانت بتظهر في أدوار بسيطة ولكن احنا فاكرينها وعارفينها كلنا، حتى من غير موضوع الفنانة ذكرى احنا فاكرينها وعارفينها كويس قوي. المطلوب مننا ان احنا ندعي لها بالرحمة هي وكل من فقدناهم وبنحبهم. والحلقة بتاعت النهاردة خلاص خلصت. انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهاردة، من فضلكم اعملوا لايك. شكرا ليكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.